بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، إلى قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. قد وقفنا عند أول هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الخطابات في هذه الآية موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته. لولا فضل الله، أي تفضله عليك بعصمتك ومنعك من كيد الكائدين وحيل المبطلين، ورحمته بك وبالأمة، رحمته بك وبالأمة، وفضل الله عليك وعلى الأمة. فإنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما مسددا في أقواله وأفعاله وأحكامه عليه الصلاة والسلام من قبل الله عز وجل. لهمت طائفة منهم، همت طائفة منهم، أي من المنافقين أو من المجرمين. وكما مر بنا من ما ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية الكريمة، في أن رجلا سرق يقال له ابن الأبيرق، ثم إنه خشي من قطع يده فأخذ المسروق ووضعه في بيت غيره، فلما ثم استنجد بقومه وأخبرهم بذلك فخشوا أن تقطع يده، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن السرقة ليست من صاحبنا، وإنما هي من فلان، وهي موجودة في بيته. يريدون أن يلبسوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يخفوا جريمتهم، ولكن الله فضحهم وبين أن هذا الرجل الذي وجدت السرقة في بيته أنه بريء، وأن هؤلاء الذين جاءوا إلى الرسول متواطئون مع المجرم ليدفعوا عنه العقوبة ويدفعوا عنه المذمة بزعمهم. فالله نبه رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي، وبرأ هذا الذي أرادوا إلصاق التهمة به، وبين من هو المجرم، فوضح الله مكيدة هؤلاء، والحمد لله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تمتاز به هذه الشريعة، في أنها شريعة العدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. فالله جل وعلا نبه رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الحيلة الماكرة، وأعاد الحق إلى نصابه، والحمد لله.
وفي ذلك قطع للطريق على المحتالين والمكذابين والدجالين مما ينبه القضاة وفقهم الله إلى التثبت في مثل هذه الأمور والتروي فيها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، يعني تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تثبتوا من هذا الأمر، لأنهم زعموا أنه إنما سلم عليهم ليتخلص من القتل، في حين أنه سلم عليهم لأنه مسلم وهم لم يعلموا بإسلامه. الله جل وعلا قال: فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يحكم بإسلامه ويعامل بالإسلام في الظاهر، فإن تبين منه شيء يناقض الإسلام حينئذ فإنه يحكم عليه بالردة. هذه هي القاعدة في دين الإسلام. لهمت طائفة منهم، أي فريق، طائفة منهم أي من المنافقين، أي فريق منهم، أن يضلوك، بمعنى أنهم أن يوقعوك في خطتهم الماكرة ويضلوك عن الهدى وعن إقامة العدل، هكذا يريدون، ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. ثم قال جل وعلا: وما يضلون إلا أنفسهم، أن هذه المحاولة وهذه المراوغة هذا إنما يرجع ضرره عليهم، ولن يترك الله نبيه صلى الله عليه وسلم لعبث هؤلاء، وكذلك لا يترك الله أي مؤمن وعالم يتحرى الصواب ويقصد العدل ويتأنى في الأمور، إلا أن الله جل وعلا يسدده ويعينه. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.